أعزائي المشاهدين، نلتقي معكم مجددا بمشاعر المحبة في حلقة جديدة وأسبوعية تطل عليكم احتفاء بشهر ربيع الأنوار. في بداية الحلقة ننوه لحضراتكم بمراسلتنا ومتابعتنا بكل جديد عبر عناوين البرنامج الظاهرة في الشاشة. في حلقة هذا الأسبوع: تواصلا لابتهاجات شهر ربيع الأنوار، بلدان العالم تستمر في الاحتفاء بالميلاد النبوي الشريف. ورحلة دعوية للداعية مختار جامل إلى جمهورية السودان. انعقاد فعاليات الملتقى العالمي للتصوف في دورته 13 في المغرب. أهلا بكم. مظاهر الاحتفال بشهر ولادته صلى الله عليه وسلم تستمر في بلدان العالم أجمع، والبداية أعزائي المشاهدين من جمهورية مصر العربية، حيث احتفلت وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور رسمي إلى جانب العديد من العلماء والمشائخ. وفي الحفل ألقى شيخ الأزهر كلمة بهذه المناسبة إليكم تسجيلا لها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على صاحب هذه الذكرى العطرة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، السيدات والسادة الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن احتفالنا اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف هو في الحقيقة احتفال بظهور النبوة الخاتمة والرسالة الإلهية الأخيرة التي وضعت الإنسانية بأسرها على الطريق الصحيح وأخرجتها من ظلمات الجهل والضلال بعدما أطلقت العقل البشري من قيود العصبية وسلطان القبيلة ونظام العائلة، وبعدما حررت ضمير الإنسان من أغلال الظلم ومن طبائع الاستبداد والاستعباد. ولم يكد يمضي على انتقال صاحب الرسالة الخالدة إلى الرفيق الأعلى 10 سنوات فقط حتى بدأت عروش الطغاة والجبابرة والمتألهين تتهاوى وتسقط عرشا إثر آخر، وبدأت الإنسانية ولأول مرة في تاريخها تتنسم عبق الحرية وتتذوق طعم العدالة وتعرف معنى المساواة بين الناس وواجب تحرير الإنسان من ظلم أخيه الإنسان. يذكر الإمام الطبري في تاريخه أن ربعي بن عامر أحد قادة الفتح الإسلامي لما دخل على رستم قائد جيش الفرس ليتفاوض معه قبل بدء الحرب في معركة القادسية، قال له رستم: ما جاء بكم؟ قال ربعي: الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. كلمات قليلة تعكس افتقاد هذا الصحابي الجليل قبل مجيء الدين الجديد لقيمة الحرية وقيمة العدل وتعطشه لأن يعيش الناس في ظلالهما. ولنا أن نتأمل عبارته رضي الله عنه: من ضيق الدنيا إلى سعتها، لندرك كيف أن حياة الناس قبل هذا الدين كانت تئن تحت وطأة الضيق الذي فرضته عليهم أنظمتهم السياسية وأنماطهم الاجتماعية والاقتصادية، وأن هذه الرسالة الخاتمة جاءت لتحرر العقل والفكر والوجدان، وأن سبيلها في تحرير الإنسان هو مبدأ الحرية المنضبط بمبدأ العدل والذي يضمن إعطاء كل ذي حق حقه، إذ بدون العدل المطلق تفسد الحرية وتنقلب إلى فوضى تطيح بكل المبادئ الإنسانية الأخرى. الحافل الكريم،
وإذا كانت نبوة صاحب هذه الذكرى العطرة صلوات الله وسلامه عليه ضرورة لهداية البشر، فإن تنكب طريقها من أخطر ما تمنى به الحضارات والمجتمعات. ويثبت التاريخ أن سقوط الحضارات كان بأسباب وعوامل ذكر بها القرآن الكريم وحذر منها، وهي المسمات في القرآن بسنن الله في الكون والإنسان. وأهم هذه الأسباب هو الانحراف عن منهج النبوة في سياسة الناس والمجتمعات، وأخذهم بمكارم الأخلاق التي هي الغاية من بعثة الأنبياء، وبرحمة الخلق كل الخلق. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عن نفسه: أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة، بعد أن قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما يكون الانحراف عن منهج الأنبياء بإنكار الدين ومحاربته والدعوة إلى الإلحاد والكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يكون الانحراف أيضا بصورة أشد خطرا وأكثر فتكا وأعتى تخريبا بانحراف جماعة شاذة شاء لها خيالهم المريض أن يتصوروا أنفسهم أوصياء على الناس، وأنهم وكلاء الله في الأرض، وهم وحدهم القائمون على فهم الدين وتفسير أحكامه. هذه الجماعة أو الجماعات الإرهابية على اختلاف مشاربها وتسمياتها تنطلق من اعتقاد خاطئ يبرأ منه الله ورسوله والمؤمنون. هذا الاعتقاد هو أن من لا يعتقد معتقدهم من المسلمين فهو كافر، وأن الكافر مستباح الدم والمال والعرض. وأمثال هذه الفئة الضالة ليست بدعا في تاريخ المسلمين، بل وجد نظراؤهم وأضرابهم في سائر الأديان والعقائد والمذاهب. وما يروج الآن من أن الإرهاب صناعة إسلامية خالصة حديث خرافة يكذبه الواقع الذي يزيف هذه الأراجيف ويفضح نوايا مروجيها. فكتب التاريخ وكتب السياسة ملأى بالحديث عن الإرهاب والإرهابيين المنسوبين إلى الأديان وإلى المذاهب السياسية والاجتماعية. ولا نريد أن نسترسل في الحديث بعيدا عن أثر المصيبة التي زلزلت قلوب المصريين يوم الجمعة الماضية، بل زلزلت كيان الإنسانية جمعاء في الغرب وفي الشرق. فقد كان حادث مسجد الروضة بشعا شنيعا، وكان تنفيذه من الوضاعة والخسة والدناءة غير متصور ولا متوقع صدوره، لا من الإنسان ولا من الوحش في الغابات. وهذا الرصاص الذي حصد أرواح المصلين في المسجد هو في المقام الأول حرب على الله ورسوله، وتحد له سبحانه في عقر بيت من بيوته. وهؤلاء المجرمون ليسوا أول من نفذ مثل هذه الجرائم في بيوت الله، فقد قتل الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قائم يصلي في محراب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن، وتناثر دمه على صفحات المصحف الذي كان يقرأ منه. وقتل الخوارج أسلاف هؤلاء المجرمين وأجدادهم، قتلوا عليا كرم الله وجهه وهو ذاهب لصلاة الفجر وكان ينادي في الناس: الصلاة الصلاة. وفي قتلة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهادهم بسلاح الغدر والخيانة عزاء، وأي عزاء لنا ولأهلينا
ممن فقدوا وفقدن فلذات الأكباد وراح عنهم العائل والسند. وإن كنتم أهلنا في بئر العبد قد روعتم وفزعتم، فاذكروا أن تاريخ هؤلاء الخوارج معروف في ترويع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والإغارة عليهم وتكفيرهم عليا وقتلهم إياه بعدما خذلوه وانشقوا عليه. ونحن سيادة الرئيس إذ نعزيكم ونعزي شعبنا الصامد في شهدائنا الأبرار، نسأل الله تعالى أن يتقبلهم بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنهم فسيح جناته، ويربط على قلوب أهليهم وذويهم، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى والمكلومين. وختام كلمتي اعتذار كله حياء وخجل واستحياء منك يا سيد المرسلين ويا سيد الأنبياء ويا سيد الناس. اعتذاري إليك إن تطاول على مقامك الرفيع في ذكراك العطرة ضغمة من الجهلة وقساة القلوب وغلاظ الأكباد، والخارجين على نهجك القويم والذين لم تزدهم جرائمهم إلا بعدا منك ومن دينك وشريعتك. فعذرا رسول الله عن هذا التطاول وهذه الإساءة وسوء الأدب والعبث برسالتك السمحة. وغدا سيعلم المفسدون في الأرض المارقون من الدين حين يحرمون شفاعتك يوم القيامة أي منقلب ينقلبون. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى اليمن أعزائي المشاهدين، حيث اختتمت مدينة الشحر في ساحل حضرموت مهرجان المحبة والنصرة الثاني الذي يشرف عليه ويرعاه صرح المدينة العلمي رباط المصطفى بالشحر للدراسات الإسلامية، حيث أتت هذه الفعاليات تزامنا مع احتفالات الأمة الإسلامية بشهر ربيع النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وعلى الصعيد ذاته، فإن الفعاليات التي شهدتها مدينة الشحر كانت تهدف للتكثيف من دور الوعي الديني وكذلك المجتمعي حول التعاليم الإسلامية والهدي النبوي الشريف تحت شعار وإن تطيعوه تهتدوا، وذلك من خلال إقامة الدروس والمحاضرات المكثفة للرجال والنساء، بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية والفكرية والثقافية. تفاصيل أكثر نبقى مع هذا التقرير الذي وفانا به مراسلنا من الشحر محمد دريغان. احتفلت مدينة الشحر بمحافظة حضرموت كغيرها من بقاع العالم الإسلامي بذكرى الميلاد النبوي الشريف، حيث أقام صرحها العلمي رباط المصطفى بالشحر دراسات الإسلامية مهرجان المحبة والنصرة الثاني، والذي حوى على عدة فعاليات وبرامج فرحا وابتهاجا بهذا الشهر العظيم، جميعها تهدف إلى بث الوعي لدى المجتمع في مختلف المجالات الدينية والاجتماعية والرياضية وكذلك الفكرية والثقافية، غاية جميعها لفت الانتباه إلى الهدي النبوي الشريف وتعريف الناس بالجناب المحمدي والتخلق بخلق هذه الرحمة المهداة للعالمين. الجانب الديني، حيث كان للمهرجان الذي يشرف عليه رباط المصطفى بالشحر للدراسات الإسلامية دورا مكثفا في هذه الذكرى من خلال إقامة المحاضرات والندوات الرجالية والنسائية والمحاضرات التوعوية بعد الصلوات المفروضة، وكذلك النزول إلى عدد من المدارس الأهلية وروض الأطفال للتعريف بعظم هذا الشهر العظيم وأثره في قلوب المسلمين، بالإضافة إلى مجالس قراءة السيرة النبوية التي احتضنتها مدينة الشحر منذ بداية شهر الربيع، والتي تستمر في المدينة طيلة 46 ليلة متنقلة في غالب مساجد المدينة منفردة عن غيرها من بقاع العالم، والتي تحظى بترتيب مباشر من قبل الرباط منذ تأسيسها على مشرفه الإمام الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن بن الشيخ أبو بكر بن سالم. فمن الجانب الرياضي للمهرجان
أقيمت عدة فعاليات رياضية كان كثير منها قد اندثر ولم يلقى اهتماما، فأتت هذه الذكرى وهذا المهرجان بمثابة إحياء لها، كون الشارع الحنيف حث على الرياضة لما لها من الأثر السليم في المحافظة على الجسم ولياقته. ومن الفعاليات التي شهدها المهرجان والتي جاءت بالتعاون والتنسيق مع نادي سمعون الرياضي الثقافي، منها دوري كرة القدم، حيث أجريت منافسات الدوري في ملعب الشاحت وسط حضور جماهيري كبير وتنافس شريف بين الفرق الشعبية الرياضية بمديرية الشحر. وأيضا دوري الكرة الطائرة بشقيها الشاطئية والصالات، الذي اتسم بحماس شديد وأداء مميز من قبل الفرق التي خاضت غمار التحدي بودية وإخاء. كذلك سباق الماراثون، سباق الجري وسباق الدراجات الهوائية لمسافات طويلة، وأيضا سباق الجري لمسافات 400 متر و200 متر و100 متر. من الألعاب أيضا لعبة كرة الطاولة التنس ودفع الجلة والوثب الطويل ورمي القرص، واختتمت أخيرا بلعبة الشطرنج. ومن الجوانب الأخرى للمهرجان الجانب الثقافي، حيث أقيمت المسابقة الفكرية الثقافية بين الحارات الدعوية التي يشرف عليها رباط المصطفى، وشاركت فيها عدد من حارات مدينة الشحر، وأيضا مسابقة أفضل مجلة حائطية كذلك أقيمت بين الحارات الدعوية المشاركة، زينت بها أروقة الرباط وممراته. مهرجان المحبة والنصرة، والذي أتى بمباركة من الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله، قد انطلق منذ الأول من شهر ربيع إلى 12 منه، حيث اختتمت فيه غالب فعالياته وسط احتفال بهيج. وفي الجزائر، حيث احتفل الأهالي هناك بذكرى المولد النبوي الشريف في المساجد والساحات والبيوت. تخلل هذا الجمع المبارك قراءة القرآن الكريم وعددا من القصائد والمدائح، بالإضافة إلى عقد دروس في السيرة النبوية العطرة من قبل عدد من المشايخ والدعاة. وبالعودة مجددا إلى اليمن أعزائي المشاهدين، وابتهاجا بشهر ربيع الأنوار، نظمت مدرسة مسجد جامع الحزم لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية بمديرية شبان بوادي والصحراء حضرموت، وللسنة الثالثة على التوالي، أسبوع تأملات في الهدي النبوي. فقد أقيمت خلال هذا الأسبوع عددا من المحاضرات وقراءة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، بالإضافة إلى إقامة حفل إنشادي ومسرح هادف بهذه المناسبة العظيمة. وإلى المغرب أعزائي المشاهدين، دشنا أسبوع الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عنوان المولد النبوي الشريف لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ويأتي هذا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف احتفاء بقيم التعارف والعيش المشترك. متابعينا الكرام، تتواصل تغطيتنا لفعاليات الاحتفال بشهر مولده الكريم صلى الله عليه وسلم من بلدان العالم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. نظم مكتب الأوقاف بمديرية الإسماعيلية بمصر احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك من خلال مؤتمر ديني حاشد جاء تحت عنوان محمد رسول الإنسانية. وقد استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم أعقبها كلمات الوعظ والإرشاد من العلماء والمشايخ التي تطرقت إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه العظيم وسيرته العطرة، ثم توالت فقرات الحفل وتم فيه تكريم عددا من حفظة القرآن الكريم. والآن نتحدث من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية عن هذه الذكرى العطرة مع فضيلة علمنا الجليل فضيلة الشيخ إبراهيم البلاط من علماء وزارة الأوقاف والداعية المعروف بالقنوات الفضائية وإذاعة القرآن الكريم. أهلا وسهلا. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. بارك الله فيكم.
في هذه القناة المباركة المشاهد المبارك بخصوص هذه المناسبة العطرة. نعم. كيف تحتفلون أنتم أهل العلم بهذه المناسبة، وبماذا تعدون لهذه المناسبة كل عام من تحضير لهذه المناسبة من دروس العلم والوعظ والإرشاد، وأيضاً ما هي مظاهر هذه الاحتفالات وكيف تحتفلون في هذه البلدة؟ المحمود والله جل جلاله والمصلى عليه دائماً هو محمد وآله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه صار على نهجه إلى يوم الدين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث بمعناه: ألا في أيام دهركم لنفحات، ألا تتعرضوا لها، لعل بعضكم تصيبه نفحة فلا يشعر على أمره. فهذه مواسم العبادة أستاذ أحمد، موسم العبادة زي رمضان وزي كده، نحتفي ونحتفل إزاي؟ مع أولا مع أول حاجة بالمدارس حقول العلم الأطفال الصغيرة من التعليم في الصغر كان نقش على حاجة الله جميل، أن تزرع حب النبي وسيرة النبي محمد، وإزاي كان رحمته صلى الله عليه وسلم في بالمسلمين وغير المسلمين بالكبار وبالصغار. ولذلك مواقف النبي محمد مع الأطفال مع النساء مع الخدم مع المسلم مع غير المسلم مع الجار وخبرت مع الأصدقاء صلى الله عليه وسلم. كما ضم احتفال آخر في جمهورية مصر العربية بمناسبة المولد النبوي الشريف حضره العديد من العلماء والدعاة منهم الحبيب علي زين العابدين الجفري، حيث شمل الاحتفال على بعض المؤشحات الدينية والمدائح النبوية بحضور جمع غفير من الناس. وفي مسجد فاضل بالقاهرة احتفل الناس بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم بحضور علماء ومشائخ منهم العلامة الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر السابق، حيث اشتمل الحفل على آيات من كتاب الله ومن ثم الإنشاد المدائح النبوية وقراءة شمائله العطرة صلى الله عليه وسلم. أنهى الداعية مختار جامل رحلته الدعوية لأراضي جمهورية السودان، حيث بدأ رحلته باستضافات متعددة شملت كل من كلية البيان للعلوم والتكنولوجيا وكذلك المركز الإسلامي للشيخ محمد التوم والطريقة السمانية وبقية الطرق الصوفية في السودان. وتعد هذه الزيارة هي الثالثة للداعية مختار جامل إلى جمهورية السودان. واستمرت الرحلة الدعوية 8 أيام والتي تزامنت مع شهر ربيع الأنوار ضمن نشاطات وفعاليات أفراح الأمة بالمولد النبوي الشريف. تتوزع الزيارة الدعوية بين محاضرات في الميدان العام للمولد النبوي الشريف في العاصمة الخرطوم وبعض الولايات الأخرى، بالإضافة إلى زيارات متعددة لعدد من المشائخ وكذا الجلوس والتحاور مع ثلة من الشباب ومناقشتهم والاستماع إلى مشاكلهم وكذلك قضاياهم. كما قام الداعية مختار جامل بزيارة بعض الجامعات الفعالة في تأهيل الشاب السوداني والطلبة الوافدين من خارج السودان ككلية البيان وجامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم. وكان للنساء دور بارز في تفعيل هذه الزيارة والمشاركة فيها، سواء من حيث تخصيص زيارات خاصة لمدارس تحفيظ القرآن الخاصة بالنساء أو في حضورهن ومشاركاتهن في الميدان في المولد النبوي بالطريقة الشرعية. مشاهدينا الأكارم، نذهب لجولة سريعة لنافذة عالم الصحافة لهذا الأسبوع مع الزميل أيمن باكثير. شكرا لكم زملائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الأحبة في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أجمل تحية وأرق ترحيب لكم جميعا مع بداية جولة جديدة في لقائنا الأسبوعي المعتاد عبر نافذة عالم الصحافة. ودعونا نبدأ وإياكم أعزائي المشاهدين جولتنا لهذه الحلقة مع أخبار الصحف، والتي نبدأها من فلسطين الحبيبة والتي كانت في طليعة البلدان التي أحيت ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث عنونت الصحيفة الإلكترونية الفلسطينية وطن 24 الإخبارية: الفلسطينيون يحيون ذكرى المولد النبوي في المسجد الأقصى المبارك، حيث أحيا المقدسيون ذكرى المولد النبوي الشريف بالعديد من الفعاليات والاحتفالات في شوارع مدينة القدس ورحاب المسجد الأقصى المبارك.
وتزاحمت أقدامهم على أبوابه للمشاركة في فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة الكريمة. وبالإضافة مشاهدين إلى أهالي مدينة القدس، تدفق الآلاف من الفلسطينيين من المدن والقرى والبلدات العربية إلى المسجد الأقصى في عشرات الحافلات رغم كل المعوقات والصعوبات، مصطحبين أطفالهم وعائلاتهم في مشهد يشبه أيام الجمعة خلال شهر رمضان المبارك. فيما نظمت دائرة الأوقاف الإسلامية احتفالا بهذه المناسبة داخل المصلى القبلي، تحدث فيه عدد من العلماء والمشايخ حول هذه الذكرى العطرة ومعانيها، داعين للاقتداء بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وتطرق المتحدثون إلى ما يواجه المسجد الأقصى المبارك من مخاطر داعين للتصدي لها والدفاع عنه. كما تخلل الحفل مشاهدين قصائد وأناشيد دينية ومدائح نبوية، فيما غصت ساحات المسجد الأقصى بحشود كبيرة من المصلين والعائلات المقدسية. أما خبرنا الثاني مشاهدين ومتابعين الكرام، فيسلط الضوء على ظاهرة فلكية نادرة شهدتها سماء مكة المكرمة، حيث طالعتنا جريدة عكاظ السعودية بالعنوان التالي: القمر يتعامد على الكعبة المشرفة، ظاهرة فلكية نادرة شهدت بالعين المجردة. وفي تفاصيل هذا الخبر أعزائي المشاهدين، أكدت الجمعية الفلكية في جدة أن سماء مكة المكرمة شهدت فجر الاثنين الماضي تعامد القمر الأحدب فوق الكعبة المشرفة في ظاهرة فلكية نادرة مشاهدة بالعين المجردة. وأوضحت في بيان أنه في لحظة التعامد ظهر القمر أمام مجموعة نجوم التوأمين، فيما أضيء قرصه بنور الشمس بنسبة 90.1% وعلى مسافة 366.764 كيلومتر. وألفتت الجمعية الفلكية مشاهدين إلى أن ظاهرة التعامد واحدة من أساليب تأكيد دقة الحسابات الفلكية لحركات الأجسام السماوية، ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة. كما أضافت الجمعية الفلكية أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة في عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء، حيث يمكن للقاطنين في المواقع البعيدة عن المسجد الحرام والتي يشاهد فيها القمر فوق الأفق لديهم في ذلك التوقيت، بحيث أن موقع القمر حينها يشير إلى مكة المكرمة. ونكمل معكم أعزائي المشاهدين الكرام جولتنا على أخبار الصحف لهذه الحلقة، ونصل إلى صحيفة إشراق لايف الإلكترونية، والتي طالعتنا بهذا الخبر الملفت عن دراسة علمية جديدة: النحل والكسل لا يجتمعان، العلم يكشف سر النشاط. نعم مشاهدين الأعزاء، ففي خلية النحل لا مكان للكسالة، أما عن السر في كون هذه الحشرات الصغيرة نموذجاً يحتذى به في الهمة والنشاط فقد توصل له العلم، وتمكن من تسجيل صوته، حيث أشارت الصحيفة إلى نجاح باحثين في جامعة توتنغهام ترينت البريطانية في رصد وتسجيل أصوات يطلقها النحل لتحفيز الأعضاء الكسولين أو صغير السن على العمل بسرعة أكبر. كما وحلل الباحثون صوت الطنين المنبعث وتوصلوا إلى أنه يصدر عن الأعضاء أصحاب الخبرة للحفاظ على معدل نشاط الخلية عند المستوى المطلوب، أو عن طريق حركة جماعية تؤدي إلى اهتزاز بسيط للخلية يشعر به النحل الخامل فيعود إلى نشاطه. الدراسة مشاهدينا توصلت إلى هذه النتيجة بعد تحليل الطنين المسجل في 3 خلايا على مدار عام كامل، حسب ما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، والتي أشارت إلى ما قاله أحد الباحثين المشاركين في الدراسة من أن النحلة التي تتلقى الصوت تدب فيها الطاقة وتستمر في عملها بنشاط أكبر كما لو أنها تناولت القهوة، كاشفاً أن معظم الأصوات التنبيهية تصدر ليلاً حيث تكون مهام تحضير الطعام أو العناية بالصغار في الخلية. بدون أدنى شك مشاهدي الأحبة، فإن هذه التفاصيل العلمية الدقيقة التي اكتشفها العلم الحديث في أسلوب حياة النحل، هذه الحشرة التي خصها المولى عز وجل بالذكر في كتابه العزيز وسميت سورة من سور القرآن باسمها، تجعلنا وأمام هذا النظام الرائع في أسلوب وطريقة حياتها لا نملك إلا أن نقول تبارك الله أحسن الخالقين. ونكمل جولتنا معكم مشاهدين على عالم الصحافة، وبالعودة إلى أخبار وموضوعات ذكرى المولد النبوي، ولكن هذه المرة ضمن زاويتنا استطلاع صحفي.
لنتعرف من خلالها على جانب من عادات وتقاليد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مدينة دمشق، والتي لم تنقطع عاماً عن إحياء هذه المناسبة المباركة. فمن صحيفة الوطن السورية نقرأ: المولد النبوي عادات وتقاليد دمشقية تحبباً وتعظيماً لأكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، حيث يمارس الدمشقيون طقوس الاحتفال تحبباً للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيماً ليوم مولده في 12 من ربيع الأول في كل عام، ويكون ذلك سواء في المساجد والبيوت والأسواق والشوارع، فنرى الزينة والأضواء ونسمع عند بلوغ كل بيت أو حارة أو مسجد مديح المنشدين وتوزيع الحلويات. ويستيقظ أهالي دمشق صباح عيد المولد على أنغام المدائح النبوية الصادحة، ونرى الموشحات الدينية تسمع في كل حارة من حارات المدينة، فيما يبادر الأهالي في صباح يوم المولد إلى توزيع الحلويات الدمشقية التي تتسم بالبياض لحرص الأهالي على ذلك في المناسبات الدينية. ونرى الإقبال الكبير في الأسواق على شراء الملبس الذي يعتبر من أشهر أنواع الحلويات التي تقدم في ذكرى المولد النبوي الشريف. أما احتفال المولد النبوي فعادة ما يقام بين صلاتي المغرب والعشاء، يفتتح بتلاوة قصيرة من القرآن الكريم، تليه قراءة المولد وهي عبارة عن سرد للسيرة النبوية تصاغ بأسلوب ترتيلي. بعدها تقدم فرق الإنشاد المتخصصة بعض الأناشيد الدينية والمدائح النبوية، ويرقص على أنغامها رقصة المولوية، ويختتم الحفل بإقامة صلاة العشاء وتوزيع الحلويات الخاصة بالمولد النبوي. الاستطلاع لفت أيضا مشاهدين إلى أحد الطقوس الدينية الفريدة التي حافظت عليها مدينة دمشق، ألا وهو الإنشاد الديني، حيث تمتاز دمشق عن بقية المدن الإسلامية بأنها تمتلك خصوصية في الإنشاد الديني من أساليب وطرائق سارت عليها منذ 300 عام، أسسها الشيخ عبد الغني النابلسي، وسار عليها المنشدون الدينيون الدمشقيون وحافظوا عليها حتى أصبحت أحد ملامح مدينة دمشق. وأما عن أشهر من أنشد في الشام على مر السنين، فقد بيّنت الصحيفة مشاهدين أنه كان الراحل توفيق المنجد المولود في دمشق في العام 1909 ميلادية، والذي ذاع صيته ولفت الأنظار بأدائه وحضوره وإنشاده الحسن وصوته الجميل في المدائح النبوية والموشحات، حتى لقب المنشد الراحل ببلبل الشام. ويبقى ختام نافذتنا على عالم الصحافة كالعادة مشاهدي الأعزاء مع صورة الأسبوع، وفيها نشاهد صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فريق كورال من كندا يضم مجموعة كبيرة من الأطفال ينشدون طلع البدر علينا تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف. وبهذا أحبتي المشاهدين متابعي برنامج آفاق، تنتهي جولتنا لهذا الأسبوع على عالم الصحافة. شكرا لكم على كرم متابعتكم لنا، وحتى الملتقى في لقاء جديد يجمعنا بكم الأسبوع المقبل، دمتم في حفظ الله ورعايته. والآن عودة إليكم زملائي الأعزاء. كل الشكر لك عزيزي أيمن على كل هذه المعلومات خلال هذه الجولة في نافذتك الأسبوعية عالم الصحافة. انعقدت في المغرب فعاليات الملتقى العالمي للتصوف في دورته 13 تحت عنوان الثقافة الصوفية والمشترك الإنساني، ترسيخ لقيم الحوار والتعارف، وذلك لمدة 4 أيام متتالية حظي فيها الملتقى بمناقشات وأطروحات قيمة بمشاركة عددا كبيرا من العلماء والدعاة والباحثين والمهتمين من بعض دول العالم الإسلامي. من أبرز محاور الملتقى التي كان لها النصيب الوافر من النقاش والاهتمام المشترك الإنساني، مقدمات نظرية وقيم الحوار والتعارف، وأيضا تاريخ المشترك الإنساني بين الإسلام والغرب وتحديات التعايش والتعاون، أيضا الثقافة الصوفية والمشترك الإنساني نماذج تاريخية، وأيضا المشترك الإنساني وأبعاده الاقتصادية والتنموية، أيضا الثقافة الصوفية والمشترك الفكري والثقافي والبيئي وكذلك الجمالي، وأيضا المشترك الإنساني وثقافة الإسلام والتقريب بين الأديان، أيضا المحور الأخير المشترك الإنساني والتأسيس لقيم المواطنة العالمية، وغيرها من المحاور الأخرى التي نالت تفاعل واهتمام الحاضرين.
مشاهدين الأكارم، فاصل آخر وبعده نكمل ما تبقى من آفاق، لا تذهبوا بعيدا. رجل مضى على وفاته 100 عام، يعد من كبار علماء الأمة الإسلامية، شهد له الكثير من العلماء الأجلاء بإمامته ومكانته في العلم، ذو عقلية متقدة وحافظة نادرة. هل عرفتم عن من أتحدث؟ إنه الشيخ العلامة أحمد رضا خان الهندي رحمه الله، إمام أهل السنة، عالم جليل وإمام عظيم. وبمناسبة الذكرى المئوية للإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى، أقيمت الفعاليات الكثيرة والأنشطة المتعددة، كإصدار كتيبات وبرامج تلفزيونية في لغات متعددة تعرض شيئا من سيرة العلامة، وكما عقد أيضا اجتماع كبير إحياء لهذه الذكرى الطيبة وللحديث عن بعض مناقبه عليه رحمة الله في فيضان المقر الرئيسي لمركز الدعوة الإسلامية بكراتشي في باكستان. نترككم الآن مع تقرير موجز عن الفعاليات. أنجب التاريخ الإسلامي في الهند زعيما من أكبر زعماء العلم والدين، وقائدا من أعظم قادة الجيل الإسلامي، ورائدا من أبرز رواد النهضة الإسلامية. كان له فضل كبير في نشر العقائد الصحيحة وكشف زيغ الأفكار المنحرفة ونشر العلوم القيمة الدقيقة وإحياء الدعوة الإسلامية الصالحة. إنه الإمام أحمد رضا خان القادري. ولد الشيخ أحمد رضا خان في مدينة بريلي في الهند في 10 شوال سنة 1272 للهجرة، 14 من حزيران عام 1856 للميلاد، في وسط أسرة علمية دينية صالحة. فوالده الشيخ المفتي نقي علي خان كان عالما كبيرا فقيها، وجده المربي علي خان، وقد تأثر بهما كثيرا. لم يكن الإمام عالما في العلوم الدينية والعربية التي لا يستوعبها إلا كبار العلماء فحسب، بل كان متبحرا في كثير من العلوم الدنيوية والرياضية والفلكية وغيرها، حيث بلغ ما استوعبه وأتقنه من العلوم أكثر من 55 علما، وقد تجاوز عدد مؤلفاته 1000، ما بين كتاب في مجلدات ضخمة وحواش جليلة ورسائل دقيقة في اللغات 3، الأوردية والعربية والفارسية، وقد مضى على رحيله 100 عام. وبهذه المناسبة الجليلة أقام أبناء مركز الدعوة الإسلامية بعض البرامج والحفلات الدينية تعريفا به وإحياء لذكراه الشريفة. وفي جانب آخر، احتفل طلاب جامعة المدينة احتفالا عظيما عقد في ساحة فيضان مدينة المقر الرئيسي للمركز، حيث حضره الكثير من طلاب وأساتذة جامعات المدينة. وقد افتتحت فقرات هذا الحفل المبارك بآيات عطرة من الذكر الحكيم، تلا ذلك قصائد ومدائح نبوية وفقرات أخرى في اللغة العربية والأردية والإنجليزية والبشتوية. تحيتهم يوم يلقونه لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله. موضوع شيق في نافذة عالم الأسرة لهذا الأسبوع مع الزميل علي بن الشيخ أبو بكر. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم آفاق وفقرة عالم الأسرة. أعزائي المشاهدين، النوم عند الأطفال عملية ديناميكية تنشأ وتتغير كلما كبر الطفل، وخلال فترة نموهم قد يتعلم الأطفال عادات في النوم ربما تكون حميدة أو في الجانب الآخر سيئة، وما أن تنشأ هذه العادات فإنها قد تستمر شهورا أو حتى سنوات. الأمر الذي يحتم علينا كآباء أن نرشد أولادنا إلى سلوكيات النوم الحميدة قبل أن تستحكم العادات على تقاليد خاطئة يصعب على الطفل التخلص منها لاحقا. عزيزي المشاهد، يجب ألا تعود الأم طفلها على عادات معينة لينام، مثلا كالهز
أو حمله أو المشي به أو وضع زجاجة الرضاعة في فمه حتى لا يصعب نومه بعد ذلك بدون هذه العادات، بل تكتفي بهدهدته بالصوت الهادئ. وينبغي ألا ينقل الطفل من سريره في أشهره الأولى إلا عند الفسحة أو الرضاعة أو تغيير ملابسه إذا ابتلت. عزيزي المشاهد، على الأم أن تحذر تعويد طفلها على النوم في الهدوء الزائد بعيداً عن أي ضوضاء أو إنارة، لأن ذلك يجعل الطفل من السهل عليه الفزع من صياح أحد الأطفال أو صوت الباب فيصرخ ويهتاج ويفزع من مجرد سماع أي صوت. فإذا فزع الطفل مثلاً من سماع صوت جرس الباب أو قفله وأخذ في الصراخ، فعلى الأم أن تسرع بما ينسيه إياه أو تسارع إلى إرضاعه ليزول عنه ذلك السبب المزعج له ولا يرتسم في مخيلته. عزيزي المشاهد، ساعد طفلك على تعلم الربط بين السرير والنوم، ويمكن بلوغ ذلك عن طريق أخذ الطفل إلى السرير في موعد النوم ومقاومة الرغبة بالسماح له بالنوم في غرفة الجلوس أو بين ذراعيك. أما عن اشتراطات الأمان عزيزي المشاهد، يجب أن يكون المهد والسرير الهزاز ثابتاً لطفلك رضيع على الأرض لتجنب وقوعه، كما يشترط أن تكون القاعدة لكل واحد منهما واسعة إلى درجة كافية تحول دون تحريكه إذا ما اصطدم به شخص آخر. أعزائي المشاهدين، بهذا نكون قد أخذنا نبذة وخلاصة عن نوم هادئ لأطفالكم. إلى حلقة الأسبوع المقبل، عودة إلى الزملاء في الأستوديو. كل الشكر لك عزيزي علي على هذا الموضوع الخاص والذي يتحدث حول مشكلة النوم عند الأطفال وخصوصا صغار السن. البحث عن العسل أعزائي المشاهدين وحصاده من النحل البري واحد من أقدم التقاليد عند سكان النيبال، حيث يخاطر سكان النيبال بحياتهم من أجل العسل، ولكن المخاطر تحدق بمن يحاولون أخذ العسل من الجبال ما بين لسعات النحل والارتفاعات الشاهقة الخطيرة. نتابع. हमारा ऊपर का जो बड़ा आदमी है वो हमसे बड़ा आदमी उन्होंने कर गया है ना, इसलिए अपना संपत्ति है, इसलिए काटने पड़ते हैं। हमारा पूरा गांव मिलके काटता है। सेफ्टी नहीं है, हम इसे जबरदस्ती हमारा एक नॉर्मल कपड़ा लगा के इसे काटते रहते हैं। 200-300 भीरमावरी को काटते हैं हम। ومن جبال النيبال وأخذ العسل نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. المزيد من الأخبار والتقارير في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. لمزيد من المعلومات والآراء والمقترحات راسلونا دائما عبر عناوين البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة. في أمان الله.